السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات أولى ثانوي. معكم اسمه محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع اسمه محمد شعبان. لو أنت مرش في القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت مرش في القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها أولى ثانوي الترم الثاني، هتلاقي فيها فيديوهات الشرح بالترتيب ورا بعضها، حل المحافظات كمان ان شاء الله. النهارده يا شباب ميعادنا مع حل اسئله مراجعه ليله الامتحان من ملف كتاب ميرسي، شركه ميرسي، مؤسسه ميرسي منزله ملف مراجعه نهائيه. النهارده يا شباب هنحله مع بعض في اهم الاسئله اللي ممكن تجي لك في الامتحان. قبل ما نخش على حل الملف يا شباب، بفكركم ان احنا عملنا قبل كده فيديو في قواعد الترم الثاني كلها في فيديو واحد، هسيب لك اللينك بتاعه في علامة الاي فوق على الشمال، وهسيبه لك برضو في وصف الفيديو. بنبه برضو يا شباب ان احنا برضو عملنا فيديو لأهم الموضوعات والإيميلات اللي ممكن تقابلك في الترم الثاني، برضو هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو. يلا بقى عشان ما نضيعش وقت نخش على حل أهم الأسئلة في مراجعة ليلة الامتحان من مؤسسة ميرسي. يلا بينا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اول حاجه عندنا يا شباب في الامتحان بيجي لنا سؤال للوثائق، بيجي لنا وثيقتين، كل وثيقه عليها اربع درجات، كل وثيقه عليها اربع اسئله وكل سؤال عليه اربع درجات. تعال نشوف الوثيقه الاولانيه بتقول ايه. ايمي فو فوتري كول، يعني تحبون انتم مدرستكم. خالد محمد بيتكلم بيقول عنده 16 سنه، بيقول مون ايكول اي سامبا، مدرستي تكون لطيفه. اي لي كور سون انتريسون، والحصص تكون شيقة. لي بروفيسور سو سامبا، والمدرسين لطفاء. اوليسي في المدرسة. جيم لو جودي، انا بحب يوم الخميس. كار لان جي دوزير دي اوبيس، لان انا عندي ساعتين من التربية الرياضية. مروة مختار عندها كانزو 15 سنة، بتقول الي كول في المدرسة اليا بوكو دافير، يعني يوجد كثيرا من الاعمال. جي سيت كور باغ جوغ، انا عندي 7 حصص يوميا. اي جي بوكو دي ديفوار ا لا ميزون، وعندي كثيرا من الواجبات في المنزل. اني با دي تيران دي سبور، يعني لا يوجد ملعب رياضي. سيلمو فقط ان بوتيت كور دي ريكرياسيون، يعني فناء صغير للفسحه. جو نيم با سا، انا مش بحب كده. احمد ياسر عنده ديسيتون، عنده 17 سنه. لا جورني سكولير، اليوم المدرسي، سي جينيال، يكون رائع. بندول الوزير، اثناء وقت الفراغ اون في بوكو داكتيفيتي سبورتيف، نحن نمارس العديد من الانشطه الرياضيه. اون بارل افيك لي بروف، نحن نتحدث مع المدرسين. او سور في سور انترنت، نتصفح النت. اول سؤال بيقول يا شباب لوبير دي ماروا سابيل، ابو ماروا يسمى ايه يا شباب؟ ابو مروة يسمى مختار، يبقى نختار مختار، نختار مختار، جميلة قوي دي. لو ديكمو ايتين انكيتشير، الوثيقة تكون استبيان. كلمة انكيتشير يا شباب يعني استبيان، يعني استبيان يعني في سؤال وفي كذا حد بيقول رأيه على او اجابته على هذا السؤال. هذا الاستبيان حول ايه يا شباب؟ على المدرسة لو ليسي. رقم 3، دالو ليسي في المدرسة دي مروة، بتاعت مروة، اليا يوجد ايه؟ في مدرسة مروة يوجد ايه؟ يوجد عندنا إيه؟ عندها 7 حصص وعندها كثير من الاعمال، ولا يوجد ملعب. بوتيت كور، يبقى بوتيت كور دي ريكرياسيو، يعني فناء صغير للفسحة. احمد، احمد عنده كم سنة يا شباب؟ عنده ديسيتو 17 سنة. الوثيقة التانية يا شباب بتقول ايه؟ سالو ستيفان، مرحبا يا ستيفان. جو مابيل توماس، انا اسمي توماس. جو سوي جرو، انا سمين. جيم لا ميوزيك، انا بحب الموسيقى. جو نيم با لي سبور، انا لا احب الرياضه. جي دو كوبا، انا عندي 2 اصدقاء، السابيل اليكس اليا، هم اسمهم اليكس وليا. اليكس اي جرون، اليكس يكون طويل. الادور لو سينما، هو يعشق السينما. الديتست لو تنس، هو يكره التنس. ليا اي مانس، ليا تكون نحيفه. اليم لا جيمناستيك، هي تحب التربية البدنية او لا جيمناستيك اللي هو الجمباز. الي اتليت، هي تكون رياضية. النيمبا لار كوموا، هي لا تحب الفن مثلي. كلمة كوم يعني مثل توماس اللي كاتب الكلام ده. توماس ايه؟ توماس يكون ايه يا شباب؟ جرو، اول واحدة.
اليكس ادور. اليكس بيعشق ايه يا شباب؟ السينما. لو سينما. ايه اتلت؟ مين اللي اتلت اللي جسمه رياضي يا شباب؟ هي ليا. اليكس ديتست. اليكس بيكره ايه؟ بيكره التنس. لو تنس. كده يا شباب حلينا اتنين وثيقة. تعال بقى نخش على سؤال الموقف. وسؤال الموقف يا شباب عليه 8 درجات، تمام يا شباب؟ وبفكركم ان احنا في سؤال الموقف شوازيسي لي دو ريبونس كوريكت اشاك سيتاسيون، يعني احنا هنختار اجابتين يا شباب من كل سؤال. بيقول لك تو دوموند ا تون امي لي بارتي دو ليسي، انت بتسال صديقك عن اجزاء المدرسه. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ هنختار اجابتين. هنقول له ايه؟ كيل بارتي اليا دون لو ليسي، يعني اي اجزاء توجد في المدرسه. وهتقول له ايه تاني؟ كيس كيل يا دون تو ليسي، ماذا يوجد في مدرستك. رقم اتنين تو دوموند ا تون امي لي بارتي دو ليسي، انت بتسال صديقك ما هي الاجزاء بتاعه المدرسه. كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ كيسكيل دي، اجزاء المدرسه هيقول دي كلاس اي دي تغا، يعني فصول و ملاعب رياضيه، وان سيلف اي ان كور دي ريكري، ومطعم مدرسي وفناء للفسحه. رقم ثلاثة تو دوموندا تو نامي لزوبجي دي سا كلاس، انت بتسأل صديقك عن الأشياء الموجودة في الفصل بتاعه، ماذا هو يقول؟ الأشياء اللي موجودة في الفصل هيبقى ايه؟ انتي ان اي دي شيز، يعني سبورة رقمية وكراسي، وان سي دي اي اي ان سيلف، لا طبعا سي دي اي دوت موجود في المدرسة مش في الفصل، ركز يا حلو. يبقى ان اورلوج اي ان بيرو، يعني ساعة حائط ومكتب، ويبقى A و B، A و B، لكن C ديت ما تنفعش لأنه بيسألك بيقول لك في فصلك. رقم أربعة تو ديكري، أنت تصف لو سي دي إي دو تون لي سي، السي دي إي بتاع المدرسة بتاعتك، أنت هتوصفه. كيسكو تو دي، ماذا أنت تقول؟ هتقول إيه؟ إلي جروند هو كبير، وإلي رونجي وهو مرتب. رقم خمسة تو بارلي ديز أكتيفيتي بوند لا ريكرياسيون، أنت بتتكلم عن الأنشطة أثناء الفسحة، ماذا أنت تقول؟ جو بافارد أفيك ليكوبا، انا بدردش مع الاصدقاء، و جو في او سيلف سيرفيس، بروح المطعم المدرسي. رقم ستة تو ناميتو دوموند سي كوا، صديقك بيسالك سي كوا، يعني ماذا يكون؟ لو سيلف سيرفيس، المطعم المدرسي، ماذا يكون؟ ستان ريستوريسكولير، مطعم مدرسي، و سي تين كانتين اوليسي، انه كانتين في المدرسه. رقم سبعة يا شباب تو دوموند ا تون امي سو كيل في سور لو تيران، انت بتسأل صديقك ماذا هو يفعل على ارض الملعب، ماذا هو يقول؟ هيقول ايه؟ جي كور دي اوبيس، انا عندي حصة تربية بدنية، وجوجو او فوتبول، انا بلعب كرة قدم. رقم ثمانية تو دوموند ا تون امي لير، انت بتسأل صديقك عن الساعة، ماذا هو يقول؟ اليني فير، الساعة 9، و سيمين وي، يعني انها 12 بالليل. طبعا كلمة منوي بتساوي الساعة 12 بالليل. رقم تسعة تو دوموند ا تون امي لير، انت بتسأل صديقك عن الساعة. كيسك تو دي، ماذا انت تقول؟ انت اللي بتسأل وانت اللي بتقول. هتقول له لير سيلتو بلي، الساعة لو سمحت، وكليريتيل، ومكان الساعة لو سمحت. رقم عشرة تو دوموند ا تون امي سي جو سكولير، انت بتسأل صديقك عن ايه؟ ميوله الدراسية، ماذا انت تقول؟ تمام؟ يبقى هتقول له ايه؟ ميوله الدراسية، كالي لا ماتيير بريفيري، ما هي مادتك المفضلة؟ وهتقول له هتقول له كود تيست، كود تيست قولي سي، ماذا انت تكره في المدرسة؟ تو دوموند ا تون امي او ايل دي جين قولي سي، انت بتسأل صديقك اين هو بيتغدى في المدرسة، ماذا هو يقول؟ الا كانتين و و سيلف سيرفيس، في الكانتين وفي المطعم المدرسي. رقم 12 تو بارد دي تونيم بالواد تومبو ليسي، انت بتتكلم عن جدول حصصك في المدرسه، ماذا انت تقول؟ هتقول جي سي كور اوجوردوي، انا عندي 6 حصص النهارده. وهتقول ايه تاني يا شباب؟ جي مات ا نيفير، انا عندي رياضه الساعه 9. رقم 13 توناميت دومونت، صديقك بيسألك لير دان كور، يعني موعد حصة. كيسك تو دي، ماذا أنت تقول؟ هتقول جي كور أمي دي، يعني الساعة 12 ظهرا، كلمة مي دي يعني 12 ظهرا، و سي أ نيفير يعني الساعة 9. رقم 14 تو دومونت توناميت ليزوبجي دان سي دي،
انت بتسأل صديقك عن الاشياء اللي موجودة في السي دي اي، ماذا انت تقول؟ هتقول له ايه؟ هتقول له كالسول از اوبجيه دو سي دي اي، وهتقول له ايه تاني؟ إيه كيسكليا او سي دي اي، ماذا يوجد في السي دي اي وما هي الاشياء اللي موجودة في السي دي اي. 15 تو دوموند اتوناميل از اوبجيه دان سي دي اي، يعني انت بتسأل صديقك عن الاشياء اللي موجودة في السي دي اي، ماذا انت تقول؟ ماذا انت تقول؟ هتقول له ايه؟ هتقول له دي روما اي دي سي دي اي. و هو خلي بالك كده، المفروض يقول انت تسأل صديقك، وفي الاخر يقول هو يقول، مش انت تقول، هو يقول، هيبقى ايه؟ روايات و سي دي اي. وهتقول ايه تاني؟ وهيقول ايه تاني؟ وكتب واطلس. رقم 16 تو تروف انتوس اون كلاس، انت تجد مقلمة في الفصل، ماذا انت تقول؟ لا تغوس سكوا، لا طبعا ما تنفعش سكوا، يعني ماذا تكون، لكن عايز اقول بتاعت مين دي، هقول سيتاكي وسيلا تغوس ديكي، الاثنين دول. يبقى بنسأل عن كي، عن العاقل، من. 17 تو دوموند اتونامي اكي لا تغوس، انت بتسأل صديقك اكي، الى من تكون هذه المقلمة، ماذا هو يقول؟ لا تغوس اي تموا، تكون بتاعتي، و سي ايه بوتيت صغيرة، ولا سي ماتغوس انها بتاعتي برضو، ماشي الاتنين دول صح، A و B. رقم 18 تو دوموند اتونامي سون فيزيك، انت بتسأل صديقك عن سون فيزيك، يعني وصفه البدني، كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ كاليتون فيزيك، و تو اليز يو فيغ، انت عينيك خضرة. رقم 19 تونامي تو دوموند، صديقك بيسألك دو ديكرير تون فيزيك، ان انت بيطلب منك ان انت توصف الوصف البدني بتاعك، كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ جي لي شيفو كور، انا عندي شعر قصير، و جي سوي مانس، انا نحيف. رقم 20 تو ديكري لو فيزيك دي تاكوبين، انت بتوصف الوصف البدني بتاع صديقتك، ماذا انت تقولي؟ الا لي زيو جرون، هي عندها عينين واسعه او ضخمه، و الي بلوند، هي شقراء. رقم 21 تو نيكوت بابيا، انت لا تسمع كويس، ماذا انت تقول؟ جي مال اوزوغي و اي ميزوغي، يعني انا عندي الم في اذناي. رقم 22 تو دوموند اتونامي لاج دي سون بير، انت بتسال صديقك عن عمر والده، ماذا هو يقول؟ الي كارونت اي تروازو، عنده 43 سنه، و سوناج اي كارونت كاترو، وعنده 44 سنه. رقم 23 تو تانفورم سير لو نمبر دي بيرسون دا لا فامي، انت بتتكلم عن عدد الاشخاص في العيله، ماذا انت تقول؟ كومبيان دي بيرسون تا فامي، يعني كم شخص يوجد في عائلتك او عائلتك لديها، وهتقول تاني اليا كومبيان دي بيرسون دا لا فامي، يعني يوجد كم شخص في العائله. رقم 24 تو ديكري تيلي نت، انت بتوصف النظاره بتاعتك، ماذا انت تقول؟ ال سو جروس، هي تكون ضخمه، وال سو بوتيت، وهي تكون صغيره. طبعا كلمه لينيت دي كلمه جمع مؤنث، فبنعود انا بالضمير الى فيك اس المؤنث، خلي بالك. رقم 25 تو بارل دي تيلي وزير كيسكو تي دي، ماذا انت تتكلم عن اوقات فراغك، ماذا انت تقول؟ جوجو او جو فيديو، انا بلعب العاب فيديو، وهتقول جو في على باتنوار، بروح صاله التزلج. رقم 26 تو داموند اتونامي بوركوا الفاو سي دي اي، انت بتسال صديقك لماذا هو يذهب الى السي دي اي، اللي هو مركز الوسائط المتعدده، ماذا هو يقول؟ بور سيرفيس الانترنت، لكي اتصفح النت، وبور لير ان رومان، ولكي اقرا روايه. 27 تونامي تو دوموند كيل اكتيفيتي تو في على باتنوار، صديقك بيسألك أي نشاط أنت تفعل في صالة التزلج، ماذا أنت تقول؟ جو براتيك لو باتيناج، أنا بمارس التزلج، و جو براتيك لو باتا أغلاس، وأنا بمارس التزلج. رقم 28 لو ميديسات دوموند أوتو أمل، الطبيب يسألك أين أنت لديك ألم، ماذا أنت تقول؟ جيمال أو فونتر، أنا عندي ألم في بطني، و ما جامب ميفيمال، يعني ساقي تؤلمني. رقم 29 يا شباب تو انديك لو نومبر دي بيرسون دان تا فامي، انت بتبين عدد الاشخاص في عائلتك، ماذا انت تقول؟ الياوي بيرسون، يوجد 8 اشخاص، و ما
وهتقول اليسي كومبوز دي سي بيرسون، هي تتكون من 6 اشخاص. رقم 30، تورناميت دو موند دي كرير لو فيزيك دي توم بير، صديقك بيطلب منك ان انت توصف الوصف البدني بتاع والدك، ماذا هو يقول؟ هيقول ايه؟ كاليه لو فيزيك دي توم بير، ما هو الوصف البدني بتاع والدك؟ وتومبير اليز يو بلو، والدك عينيه زرقاء. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل 30 موقف. نخش بقى نحل شوية قواعد من الملف. عندنا هنا يا شباب سؤال القواعد هيبقى في الامتحان عليه 7 درجات. نركز كده يا شباب واحنا بنختار. اول سؤال بيقول سي نوات سال دي كلاس، كلمة سال دي كلاس كلمة مفرد مؤنث، يبقى ناخد ان. ليزيليف نوات كور دي مات، ليزيليف دي اسم جامع يعني بيعوض عنه بالضمير اي ال اس اللي هو الافيك اس، الافيك اس. تمام، يبقى هنا نصرف الفيرب مع الافيك اس كلهم متصرفين، يبقى حسب المعنى التلاميذ حصة رياضة، يبقى عايز اقول عندهم دي لو فيرب افوار مع الافيك اس بيبقى او ان تي. رقم 3، اليا نوات دونتا كلاس، اليا يوجد ايه في فصلك؟ اليا كوا، يوجد ماذا؟ رقم 4، الويكند يوم العطلة، ما فامي عائلتي نوات ألامير، إلى البحر. هنا مديني تصريف فيرب اللي في الاختيارات يا شباب، تمام، يبقى أنا عايز أقول تذهب إلى البحر. كلمة ما فامي كلمة مفرد مؤنث تعمل معامل الضمير ال المفرد، يبقى هصرف فيرب اللي مع ال اللي هيبقى فا. رقم 5، جوفي أوكليب نوات متى، لو متى، أنا أذهب إلى النادي لو متى يعني صباحا. لوكور دي مات يعني حصة الرياضة، انتريسو شيقة، عايز اقول تكون شيقة، مفرد يبقى او اس تي. لما يكون عندك يا شباب اسمين لوكور دومت، اسمين بينهم دو، بتعامل مع الاسم الاول، الاسم الاول ده ايه؟ مفرد، يبقى اخد هنا تصريف الفيرب مع المفرد اي اللي يبقى او اس تي. 7، لو نوات كور، كلمة كور مفرد مذكر، هي بتنتهي باس بس هي مفرد مذكر، خلي بالك منها مهمة جدا. لو بريمير كور يعني الحصة الأولى تبدأ الساعة 7:45. رقم 8 يا شباب سولي بارتي، كلمة بارتي كلمة جمع مؤنث، فبناخد كل بتاعت الجمع المؤنث. رقم 9، سي دي اي او ليسي يعني يوجد في السي دي اي بتاع المدرسة. طيب هنا عندك دو سي دي اي يعني عايز اقول لا يوجد سي دي في المدرسه، خلي بالك هنا الدو دي بتيجي في حاله النفي، يبقى النيابه لا يوجد سي دي اي في المدرسه، النيابه دو سي دي اي في المدرسه. تمام، طبعا هنا ما ينفعش النفي ده لان النفي ده ما بتتحولش الى دي او، هنا النفي فيرب اتر ما بتتحولش الى دي او، بتبقى ان زي ما هي، لكن هي تبقى بي. رقم 10، بون اليا اون كلاس كومبيان دو، كم عدد. رقم 11، سونيبا نوات سكيلت، كلمة سكيلت يعني هيكل عظمي وكلمة مفرد مذكر. هنا الجملة منفية بس عندك هنا فيرب اتر اللي منفي، لما يكون فيرب اتر اللي منفي ما بنحولش حاجة فتاخد ان زي ما هي. رقم 12، نو نوات افيك مدام لورا اون كلاس، عايزين نقول نحن نكون مع مدام لورا في الفصل، يبقى نو سوم. رقم 13، جلوب تريستر ايسيلو بيرو، جلوب تريستر اللي هو مجسم الكرة الأرضية مفرد مذكر يبقى لو. جونيبا نوات أمي أباريس، هنا جملة منفية والفعل اللي منفي هو فيرب أفوار، يبقى هناخد دي أبصرف. فوزافي كومبيان نوات ليفر، كلمة كومبيان دو، الدو بتاعتها ثابتة والكلمة اللي بعدها بتبقى جامع، ماليش دعوة هي بتبقى دو ثابتة أو دي أبصرف بس كده. 16، سي نوات كوربي أبابيه، ستان كوربي او ان برب كوربي ابابيه، كوربي ابابيه اللي هي سله المهملات وهي كلمه مفرد مؤنث هتاخد ان. جي كور دي مات اويتير، طبعا الساعه بتاخد حرف الجر اه ثابت يا شباب. لولاندي يوم الاثنين، جولي نقط دو زير دوبس، جولي عايزين نقول حصتين رياضه يبقى عندها يعني افوار يبقى اه. تو انوات كور لو ماردي كومبيان دو، انت عندك كم حصة يوم الثلاث. 20، جوفي اوكليب لي فوندردي، كلمة لي فوندردي يعني الجمعة، عايز اقول كل الجمعة يبقى تو الجمعة. لافيت كومونس اه منوي، كلمة منوي بتعبر عن الساعة 12 بالليل، وقلنا التعبير عن الساعة بناخد حرف الجر اه ثابت. كاليريتيل، كاليريتيل يعني كام الساعة، اليمي دي
رقم 23 ماتير تو ام، مواد انت تحب، هنا جامع مؤنث يبقى ناخد كيل بتاعه الجامع المؤنث. رقم 24 كومون سلوكور ال اويتير يبقى اكالير في اي ساعه. ليزيليف او سيلف امي دي يذهبون يبقى في او ان تي. ريكرياسيو كلمه مفرد مؤنث تاخد لا. افير كلمه افير كلمه جامع مذكر فتاخد كيل بتاعه الجامع المذكر. 28 كلمه اوبجي جامع مذكر تاخد كيل بتاعه الجامع المذكر. 29 ايه لو دوكسيونير الي ابيير هو يكون الى بيير يعني بتاعه، عايز اقول الى من يكون هذا القاموس يبقى اكي اكي الى من. 30 سي تون ساك هذه شنطتك، لو ساك ايتا نوت هذه شنطتك الشنطه تكون اليك يبقى ايتا توا. لو براسيلي ا ماريون الحظاظه تكون الى ماريون. سي نوت براسيلي كلمه براسيلي مفرد مذكر، مفرد مذكر عايزين ناخد لها صفة ملكية يا شباب هتبقى ايه؟ طبعا دي تيجي مع المؤنث ما تنفعش، ودي تيجي مع الجمع ما تنفعش، يبقى ادي الأولى والأخيرة والاتنين بيجوا مع المذكر والكلمة اللي هنا مذكر. أشوف معنى الجملة بقى، الحظاظة تكون إلى ماريو، عايز أقول تكون حظاظتها، تمام يا شباب؟ يبقى سون براسيلين. سيتا نوفيل إيكول، سيتا نوفيل إيكول هذه مدرستك الجديدة. وي سي نوت ايكول انها مدرستي، كلمة ايكول مفرد مؤنث تبدأ بحرف متحرك فتاخد مون. 33 نوت او سي تو ام لو ماردي، عايز اخد هنا جايب لي نوت او سي وبعدين كوما وبعدين تو، يبقى عايز ناخد هنا يا شباب ضمير توكيد. ضمير التوكيد اللي هيجي هنا حسب الضمير تو ده، ضمير التوكيد بتاع التو بيبقى توا. 34 سي نوت ام بالواد التومب، ام بالواد التومب كلمة مفرد مذكر يبقى مون. كي نوت او سي دي اي كي هنا يا شباب خلي بالك عايز اختار تصريف فيرب من اللي، هنا الفعل اللي بيجي مع اللي مع كي بيبقى متصرف زي الايل، فهصرف زي الايل يبقى فا، من يذهب الى السي دي اي. رقم 36 تو فا او سي دي اي بور لير لكي اقرا يبقى لماذا، يبقى بوركوا. سي نوت اورلوج 37 سي نوت اورلوج، أورلوج دي كلمة مفرد مؤنث تاخد ايه؟ تبدأ بحرف متحرك يبقى تعامل معاملة المذكر يبقى تاخد تون، هذه ساعة الحائط بتاعتك. رقم 38 الي اي موا، علي وانا او سي دي اي الى السي دي اي، هناخد ايه يا شباب؟ اي اسم اي موا بيساوي النو يبقى اصرف مع النو يبقى الو. جولي امال نواد جوم، جوم كلمة مفرد مؤنث تاخد الا. تو امل قال له او فوندر في البطن يبقى اين انت لديك الم، اين فين يبقى او. ماريون اليزيو كلمه ليزيو يا شباب كلمه جمع مذكر، عايزين لها صفه جمع مذكر، كلمه مارو بتمشي مع كله. جي مال نوت ما كلمه ما مفرد مؤنث تاخد الا. لفي سو كلمه لفي كلمه جمع مؤنث، عايز لها صفه جمع مؤنث هتلاقي ان عندنا كلمة شتا بتمشي جامع مؤنث وجامع مذكر. اون نوت افيك لابوش، اون نوت افيك لابوش نحن ايه بالفم، نحن ناكل الفعل، الفعل اللي هيجي مع اون بيبقى متصرف زي ال، يبقى اون مونج نحن ناكل بالفم. مونبير فا نوت لوميديسا، لوميديسا ده الطبيب، شخص عاقل مع فيربا اللي، الشخص العاقل مع فيربا اللي بناخد شي، ابي يذهب عند الطبيب. رقم 46 يا شباب ما تو ا يد، هنا ايادي بقى كده جمع يبقى كومبيان دو ما تو ا، كم يد او كم ايادي انت لديك. ما كمرد ايه، خلي بالك هنا ما كلمه كمرد بتيجي مؤنث ومذكر بس قبلها ما تبقى كده مؤنث، يبقى انا عايز اخد صفه مفرد مؤنث يبقى جروس. دانيال امال نوت دو، كلمة دو كلمة مفرد مذكر هي فيها اس بس هي الاس من اصلها وهي مفرد مذكر يبقى ناخد ايو. ليزيو دي ماريون سون نوت، العينين بتاعت ماريو تكون كذا، هاخد هنا صفة لكلمة العيون، كلمة جامع مذكر يبقى نوار. جيمال بيي الاقدام جامع، جيلي شيفو، شيفو جامع مذكر يبقى نوار. جوفي اوكليب افيك نوت بارون، كلمة بارو معناها والدي وهي كلمة جامع ومذكر،
هتاخد ايه؟ طالما هي كلمة جامع من صفات الملكية هتاخد ام او اس. ما جراند مير ايه؟ جدتي تكون. عايزين تاخد لها صفة مفرد مؤنث. ايه مفرد مؤنث عندك؟ كلمة شتاب تمشي مؤنث ومذكر. ميلينيتسو، ميلينيت اللي هي نضارتي، جامع مؤنث، يبقى ناخد بوتيت. او نوا تي بارون اون فاكونس، هنا الفعل يا شباب تي بارون، تي بارون يعني والديك، يعني اسم جامع، يبقى صرف مع الايل افيك اس. فيرب الي مع الايل افيك اس بيبقى في او ان تي. رقم 56، جي سوي مالاد، انا مريض. جي مال ا لا تيت، في الراس، مفرد مؤنث. الي اي فريد سون، دول اتنين جامع ومذكر، يبقى اخد صفة جامع ومذكر اللي هي جيمو يعني توأم. جو باس دو نوت فاكانس اون فرانس، انا اقضي اجازات في فرنسا. كلمة فاكانس كلمة جامع مؤنث، عايزين لها صفة جامع مؤنث، يبقى بون. جوليا ايم الي ا لا باتينوار. كومبيان دو الي نوت اير، الي كيلير، مفرد مؤنث. فاتو السينما، تذهب انت الى السينما، قال له لكي، يبقى لماذا. الفو ا لا مير، عايز اخد ضمير توكيد للال افيك اس، هو اي يو اكس. لاجوم اي نوات سيتاجون، تكون الى من، يبقى اكي. اون نوات او بارك لو فوندري دي، اون فا الفعل بيجي متصرف مع الاون زي الال. كده يا شباب نكون خلصنا القواعد، كمان نخش بقى على اهم اسئله الانتاج او اهم اسئله المقالي. عندي اول حاجه الايميلات، والايميل عليه اربع درجات، والموضوع عليه ثلاثة، يبقى سؤال الانتاج كله عليه سبعة. اهم الايميلات اللي عندي هنا يا شباب بتقول ايه؟ سلو، مرحبا. كيل سون لي بارتي دو ليسي، ما هي اجزاء المدرسة. اليا كومبيان دي ليف اون كلاس، يوجد كام تلميذ في الفصل. اوفا تو بورد جيني، اين انت تذهب لكي تتغد. هنجاوب يا شباب، بفكركم ان احنا هنجاوب بثلاث جمل كاملة، ثلاث جمل كاملة، تمام؟ كل سؤال نجاوب عليه بجملة. سالو بتيجي زي ما هي بتنزل سالو، وابليس بتنزل زي ما هي ابليس. اجاوب على اول سؤال، بقول هنا بيقول لك ما هي اجزاء المدرسه، قال له ايه؟ اليا يوجد فان سان كلاس 25 فصل، ان سي دي اي و سي دي اي وانكور وفناء. اليا كوم بيان دي ليف اون كلاس، يوجد كام تلميذ في الفصل. اون كلاس اليا ترونت ليف، في الفصل يوجد 30 تلميذ. اوفا تو بورد جيني، اين انت تذهب لكي تتغدى. جوفي او سيلف سيرفيس بورد جيني، جوفي او سيلف سيرفيس، انا اذهب الى المطعم المدرسي. الايميل الثاني يا شباب، بونجور تنزل زي ما هي، اوريفوار تنزل زي ما هي. كالماتير بريفير تو، اي مواد انت تفضل. التو بريفير هتبقى جو بريفير، واكتب المواد اللي انا بفضلها، جو بريفير، واي اسم مادتين انت عايزهم. اكالير فاتو ليسي، في اي ساعة تذهب انت الى المدرسة. التو فا هتنزل تبقى جو في، انا اذهب الى المدرسة الساعة كذا. جو في او ليسي اويتير. افيكي فاتو او جيمناز، مع مين انت بتروح الجيمناز. هقول التو هتنزل جو، التو اهي هتنزل جو، وهصرف الفيرب ده مع الجو تبقى جو في. جو في او جيمناز افيك ميكوبا، مع اصدقائي. الايميل الثالث، كيلو بجي اليا او سي دي اي، اي اشياء موجوده في السي دي اي. اليا دي رومودي بي دي اي انترنت، يعني يوجد روايات وقصص مصوره وانترنت. كومبيان دي جور تو فا او سي دي اي، كم يوم تذهب الى السي دي اي. جو في او سي دي اي دو جور بار سمين، ان اذهب الى السي دي اي يومين في الاسبوع. الفوكوا يلزم ماذا. بورد سيني ان كارت، لكي نرسم خريطه. الفون ان اطلس، يلزم كتاب اطلس. الايميل الرابع، كيل سو تي كاركتير، ما هي سماتك الشخصيه. جي سوي سوسيابل ايمانس، انا اجتماعي ونحيف. كيل كولير سو تيزيون، يعني اي ما اي لون تكون عينيك. جي ليزيو بلو، انا عندي عينين زرقاء. كومو سو لي تي شيفو، كيف يكون شعرك. جي لي شيفو كور، انا عندي شعر قصير. او ابيت فامي، اين تسكن عائلتك. ما فامي ابيت او، عائلتي تسكن 30 شارع الاوبرا. كومبيان دي بيرسون اليا، يعني كم شخص يوجد. اليا سي بيرسون، يوجد 6 اشخاص دوم ما فامي، في عائلتي.
كوموسو تيبارو، كيف يكون والديك؟ ميبارو سوبرا إيمانس، والدي يكونون شكراوين والنحفاء. يعني اشكر ونحيف، جمعهم بقى بالعربي ايه؟ ما اعرفش، عرفوها انتم. وبعدين اوريفوار، الى اللقاء. بعد كده يا شباب اهم الموضوعات المجاب عنها، اهم الموضوعات اللي ممكن تيجي لك في الترم الثاني. نشوف كده يا شباب مع بعض. طبعا سؤال الموضوع عليه 3 درجات يا شباب. بيقول لك ديكري تون ليسي اي تاكلاس، اوصف مدرستك وفصلك. مون ليسي اي جروند، يعني مدرستي تكون كبيره. الاي مودرن، اي ايديال، تكون حديثه ونموذجيه. دون مون ليسي، في مدرستي. اليا، يوجد 30 فصل. ترونت كلاس، ان سي دي اي اي ان سيلف سيرفيس، ويوجد سي دي اي ومطعم مدرسي. النيابه دي جيمناز، لا يوجد صاله العاب رياضيه. اليا ان جروند كور دي ريكري، يوجد فناء فسحه كبير. كده وصف المدرسه. خلاص خش على وصف الفصل. ما كلاس اي بروبر، يعني فصل يكون نظيف وكبير. اليا ترونت سان كليف، يوجد 35 تلميذ في فصلي. اليا انتي ان اي، يوجد سبوره وسكلت اللي هو الهيكل العظمي. النيابه دي كارت سولومير، لا يوجد خرائط على الحائط. الموضوع التاني يا شباب بيقول بارل دي تا جورني سكولير، تكلم عن يومك الدراسي. ايه تونين بالواد توم، بجد ولك جوفي اوليسي، انا بروح المدرسه سانك جور بار سومين، 5 ايام في الاسبوع. جي سي كو بار جور، انا عندي 6 حصص يوميا. لو بريمير كور كومونس ا ويتير، الحصه الاولى تبدا الساعه 8. جوديجين او سيلف اميدي، انا بتغدى في المطعم الساعه 12. جرون ترشيموا ا 14، انا برجع عندي الساعة 14. وليسي، في المدرسة. جي فيزيك، انا عندي فيزياء وكيمياء واحياء ورياضة وعلوم وانجليزي وفرنساوي. جادور للونج، انا بعشق اللغات. بعد كده بيقول لك ديكري، اوصف لو سي دي اي، اوصف السي دي اي بتاع مدرستك. لو سي دي اي جروند اي رانجي، السي دي اي يكون كبير ومرتب. دار لو سي دي اي، في السي دي اي. اليا دي رومو، يوجد روايات. اليا اوسي دي زاتلاس، يوجد ايضا كتب خرائط. اليا دي ديكسيونير، يوجد قواميس. اليا دي زورديناتير، يوجد كمبيوترات. افيك كونكسيون انترنت، مع اتصال بالنت. اليا دي سي دي، يعني يوجد سي ديات بور ايكوتي دي لا موزيك، لكي نسمع موسيقى. دالو سي دي اي. اليا دي تابل اي دي شيز، يوجد دكك وكراسي. رقم 4 يا شباب، بريزونت اي ديكري تون كوبا دي كلاس، قدم ووصف صديقك في الفصل. مونكو با اجرو، صديق يكون سمين. الي بلون، اشكر. الي شيفو كورت، يعني عنده شعر قصير. سون ني، انفه. سون بوتي، تكون صغيره. الالي زيو فير، عيني خضره. الي سوسيابل، اجتماعي. الا بوكو دامي، عنده كثيرا من الاصدقاء. بعد كده بيقول لك ديكري تون فيزيك، اوصف الوصف البدني بتاعك. جي سوي مان سي جران، انا نحيف وطويل. جي سوي بران، انا اشقر. جي لي زيو نوار، جي لي شيفو نوار، انا عندي شعر اسود. مون فيزاج ايرون، وجهي مدور. جي لي زيو مارو، عيني بني. جو في دو 70 كيلوغرام، انا اعمل 70 كيلوغرام. رقم 6، يعني وزني 70 كيلو يعني. رقم 6، بريزونت تافامي، قدم عيلتك. ما فامي اي بوتيت، عائلتي صغيرة. اليا سانك بيرسون دان مو فامي، يوجد 5 اشخاص في عائلتي. مون بيرجون ا كارونت سانكو، يعني ابي عنده 45 سنة. الي بروفيسير، هو مدرس. الي جروند ايمانس، هو طويل ونحيف. ما مير جولي ا كارونت تروازو، ام جولي عندها 43 سنة. الي بلوند، هي شقراء. مون فرير بيير، اخويا بيير. اليز يوفير، عنده شعر، عنده عينين خضرة. ما سير ماري اجروس، اختي ماري تكون سمينة. اخر موضوع عندنا يا شباب بيقول بارل دي تيز اكتيفيتي بوندو لو ويكوند، يعني تكلم عن الانشطة بتاعتك اثناء يوم العطلة. لو متا، صباحا. جوجو فوتبول اوكليب، بلعب كرة في النادي. جيم لير دما شامبر، انا بحب اقرا في غرفتي. لابريميدي، بعد الظهر. جوديجين او ريسترو، انا بتغدى في المطعم. لوسوار، مساء. جو ريجارد ان فيلم او سينما، انا اشاهد فيلم في السينما. جو سيرفس الانترنت، بتصفح النت.
بكده الحمد لله يا شباب نكون عملنا مراجعة نهائية ممتازة. تمام يا شباب، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم يا شباب. لا تنسونا من صالح دعائكم يا شباب، وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.